طيب، من فترة كده الفنان الكبير محمود حميدة عمل فيديو نزله على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تحديدا، اتكلم فيه عن هواية واحد من أعز أصدقاء عمره في الجامعة وهو عادل كامل. الفنان محمود حميدة كشف لنا عن هذه الهواية وهي جمع أغاني الزمن الجميل لكبار المطربين في مصر والعالم العربي كله. 50 سنة عكف فيهم الأستاذ عادل كامل على هذا الجمع، سواء بقى من خلال السفر أو البحث أو التفتيش. كلام كتير قوي عن هذه الهواية هنتعرف عليها دلوقتي من الأستاذ عادل كامل الموجود معنا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. إحنا لما سمعنا فيديو الفنان الكبير صديقك محمود حميدة قال عن هوايتك إنها هواية استثنائية وصعبة للغاية، وبالفعل هي صعبة. احكي لنا إزاي جات لك الفكرة؟ إيه اللي خلاك تفكر أصلا إنك تعمل كده؟ هو الحقيقة ده حب شديد جدا وشغف للتراث بتاعنا. يعني أنا من وأنا صغير كان دايما عندنا في البيت، كنا جيل بيحب الراديو، تربينا على الراديو، فكنا بنصحى الصبح نسمع هذه الأغاني اللي بتذاع في الراديو، بنسمع هذه البرامج الهائلة اللي بتقدم لمختلف الأعمار. فطلعت أحب هذه الأغاني لحد ما ابتدت التكنولوجيا تظهر شوية، وابتدى يبقى فيه إمكانية إن الواحد يجمع هذه الأغاني علشان يسمعها في الوقت اللي هو نفسه يسمعه فيها يعني. فابتدت هذه الهواية وصارت بالنسبة لي بقى إدمان يعني. يعني بقيت شغوف جدا على إني يبقى عندي الأغاني دي موجودة. بقى نفسي يجي لي يوم من الأيام أصدقائي لما يجوا عندي يقولوا لي سمعنا أغنية كذا، ما يقولوليش عندك أغنية كذا، لأن المفروض تكون عندي. فاستمرت الحكاية ديت وبقت أكبر هواية بالنسبة لي. لما دخلت الجامعة بقى، أنا كنت في تجارة عين شمس بالمناسبة، فكنت بمثل في الجامعة، وكان معظم أصدقائي اللي موجودين فنانين، منهم طبعا الأستاذ محمود حميدة دلوقتي، منهم ناس بقت نجوم، منهم الأستاذ أحمد عبد العزيز وآخرين كتير. فالحكاية ديت كمان يعني خلت الهواية تزيد، خلت إلمامي بالفن يبقى أكتر. فمن ساعتها بقى وهذه الهواية مستمرة رغم حياتي في ألمانيا وكده، ما بعدتش عنها نهائي. هل النهاردة حضرتك بتجمع الأغاني يعني الأغاني اللي موجودة في من مغنيين الجيل ده، ولا مقتصرة بس على الأغاني القديمة؟ والحقيقة أنا آخري عبد الحليم حافظ. طب حضرتك بعد ما بتجمع يعني الأغاني دي بتقوم بتصنيفها، التصنيف ده بيبقى قائم بناء على إيه؟ هو كان في الأول كنت بعملها بطريقة كلاسيكية على حسب المؤلف والملحن والمطرب أو المطربة. وبعد كده لما لقيت الماتيريال بقى كتير وموجود، فبقيت أصنفها على حسب التيمة، على حسب الموضوع. يعني عملت سلسلة اسمها قالوا فيه، فبقيت أقول مثلا قالوا في الصبح، قالوا في الحسد، قالوا في الجار، أنقي تيمة وأقول الأغاني اللي اتقالت في هذه التيمة. الله، طيب عظيم جدا يا فندم. احنا عايزين كواليس بقى، كواليس لسفريات كنت بتسافر مثلا بلاد بعيدة عشان تروح تدور فيها على أغنية معينة. هو الحقيقة كان أحيانا لما بس يعني بيبقى في أغنية معينة وأدور عليها وما لقاش، وبعدين أسمع إن الغنوة دي مثلا موجودة عند حد معين في لندن، صديق مثلا، فكنت أسافر لندن علشان أنا كنت كده ظروف عملي بتخليني بسافر كتير، لأني كنت في بداية حياتي مضيف جوي في مصر للطيران، فكانت مسألة السفر بالنسبة لي ميسرة. فكان بيساعدني ده كمان على جمع أكبر عدد أكبر من الأغاني، يعني مسألة إن أنا بقدر أسافر وأحصل عليه. هل كان في صعوبة مثلا في موقف معين حضرتك فاكره، مثلا كنت بتدور على أغنية معينة وكان في صعوبة على الحصول عليها؟ يعني لا أذكر. يعني لما الواحد بيبقى بيدور على حاجة معينة وبقى حريص على إني أحصل عليها، فكنت بحصل عليها يعني. عظيم.
يعني حضرتك لسه مستمر في هذه يعني الهواية لغاية دلوقتي، هل مع الوقت مع كل فترة كده بتقعد تلاقي يمكن أغاني قديمة ما نعرفش عنها حاجة بتكتشفها مع الوقت ولا إيه؟ احكي لنا. هو الحقيقة أنا يعني زي ما قال الأستاذ محمود حميد، أنا عايش في ألمانيا، فجاتني فترة طبعا كان شغلي في ألمانيا بيخلي وقتي محدود جدا، خصوصا كانت مسؤولياتي كبيرة في الشغل، فكانت الهواية ديت يعني بتبقى على حسب الوقت المتاح، أحيانا بتزيد وأحيانا بتقل، لكن دلوقتي أنا من فترة بسيطة كده طلعت على المعاش، ف بقى عندي الوقت أكتر الحمد لله، فابتدت الحكاية تزيد، فدلوقتي نصحوني كمان أصدقائي إن أنا أعمل لينك على اليوتيوب، وبدل ما أنا بعمل هذه اللقاءات مع الأغاني أوديو أعملها فيديو كمان، فالحكاية دي زودت كمان البحث بالنسبة لي. وهو عموما أنا أعتقد إن إحنا ما بنسمعش حوالي 20% من التراث بتاعنا، يعني 80% من الأغاني المتاحة اللي أنا بسمعها أحيانا كتير ما بنسمعهاش، لا تذاع، رغم إن فيها كل عناصر نجاح الأغنية سواء من الكلمات أو من اللحن أو من الغناء. صحيح. طيب استاذ عادل، قبل ما نختم، هو الاستاذ محمود حميدة قال ان حضرتك صديق عمره، ودايما اصدقاء العمر بيكون في بينهم تفاصيل كتيره قوي، فاحنا عايزين من حضرتك كده قبل ما نختم معلومه عن الاستاذ محمود حميدة ما حدش يعرفها، موقف حصل مش قادر تنساه مثلا، ما يكونش من المواقف المعروفه يعني. هو الحقيقه الاستاذ محمود حميدة من اعز اصدقاء العمر، يعني زي ما بقول لحضرتك من السبعينيات واحنا اصدقاء من الجامعه، واصدقاء يعني اصدقاء يعني بنلتقي كتير جدا جدا، واستمرت هذه الصداقه حتى يومنا هذا وربنا يديمها، الله حتى أمين. على مستوى الله. الاسره وان احنا بنعمل اجازات مع بعض. ف محمود من اخير البشر اللي ممكن حضرتك تشوفهم في حياتك، إنسان ربنا سبحانه وتعالى ميسره علشان يسعد الآخرين برضو، إنسان اللي معاه مش لنفسه، فخير جدا، فاتح بيوت كتير جدا ربنا يقدره أكتر، وله مواقف كتير جدا بتخلينا طبعا بنموت على نفسنا من الضحك، صحيح. وكان في فترة من الفترات تلاقيه راكب دماغه، يعني محمود دايما كان يصنع أشياء الواحد لا يتوقع إن هو يعملها، بس دلوقتي أنا بالمناسبة من أشد عايش بقى المعجبين بفلسفته في الحياة. مع الزمن. صحيح، كل الشكر لحضرتك طبعا، بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عادل الكامل والفنان الكبير وصديق الفنان محمود حميدة، شكرا جزيلا لحضرتك.